تنامي ظاهرة الكراول بمدينة أسفي مازال كتخلف تذمر عدد كبير من المواطنين. ما بين تشويه صورة المدينة وما تخلف هذه العربات من عرقلة السير وحصار عدد كبير من الأحياء كيفجر شجارات كبيرة. معك عبد الحق أبو نواس من السكان ديال عزيب الدرعي شارع بن بطوطة. دابا غنهضروا على المشاكل ديال الكراول. المشاكل الكراول معروفه، حنا عندنا هاد الشانطي بعدا قتلوه الكراول. الكراول والكوتشيات، الكوتشيات تا هما الكوتشيات عيانين وما منظمينش روسهم، وما الكراول كيزمتوا طول الطريق ما كيخلوش بنادم ما كيدوز. الخنز اللوين، السوق، الروينه، فين ما دزتي كاينه الروينه يا خويا. هذا عزيب الدرعي عندنا راه بهذا المعنى ما بقاش في النيفو ديال البلاد. ياك اسي محمد ولا كاين؟ السلام عليكم، معك النجار محمد من عزيب الدرعي. هاد الناس اللي في هاد الشارع هنا، الناس ديال الكوتشيات راه معرقلين السير بزاف هنا في هاد الشارع، مكرفسين على الناس مالي الحوانت بزاف، والناس قاعدة تشكاو، وهادشي راه بزاف، راه عينا من تشكاو، عينا من هضروا، هاد الناس راه تكرشوا علينا بزاف. بالنسبة لعزيب الدرعي، الناس الكليان ديالنا وديال عزيب الدرعي كيجوا عند موالي الهرير، فرماسيان، موالي الحلوى، هادي دائما عندنا مشكل ديال الكراول. الكراول حابسين الطريق، ما بقى حتى واحد كيجي بهذا المعنى بهذا الشارع، فهمتيني؟ اللي كيدوز من هنا قليل قليل وقليل، كيدوز من هنا كتشدوا المصيده ديال الكراول. ضروري ما كاين يكشطوا وتخاصم مع الدراري القباح والله يهديهم وصافي، هادشي اللي كاين يا ربي. لان التدخل ما كاينش. مشينا حنا، مشينا كاع درنا جميع المحاولات عند الشرطه المحليه ودركيه، وجميع المحاولات درناها بدون جلوه، لان هل هاو اوساخ الازبال كما كان وانا كارثي ما لا يحمد عقباه. اداب الاليم تكرفصنا، انا مضروبه في رجلي ومضروبه في يدي، ضربني الكوتشي وهرب. قسما بالله هاد الناس راه ظالمينا بزاف وما عرفنا فين غنمشيو، ان الاتجاه غندير قسما بالله راه ما عرفناش غادي نديروا. الخنز والميكروبات ومرضنا، بغينا نبيعوا ديورنا، خصنا على دارنا عينيا تقريبا كدير 100 مليون، وما سخيتش بها ديال الوالد ما بغاش نبيعها على قبل هاد الشيء، على قبل هاد المشاكل ديال هاد الكواتش. ما بغاش ما قرا فيهم لا مخازنيه، ما قرا فيهم بوليس، ما قرا كراول هاد كراول والكواتش وكلشي كلشي. مسخين الدنيا تمايا، مسخين الدنيا سيدي، مسخين الدنيا بزاف. لا ماشي في غابه، حنا راه بشر، بغينا نتنظفوا، بغينا جريدات، بغينا محيبقات نديروهم، بغينا شي حاجه نقيه. ولا عندنا الدبان، الدبانه الهنديه، الدبانه الهنديه ولات عندنا في الدار، ماشي الدبان. والله الا حنا عندنا الحانوت تما ما بغيت تبيع لينا، ما بغيت تشرى. اللي جات يقول لك راه كاين كواتشه، مكفسين علينا دوك الكواتشه زعما بزاف صراحه. وهاد الشيء الحضاره ما كايناش هنايا بزاف، كاين العشوائيه بزاف بزاف العشوائيه. المشاكل ديال الطريق ديما محبوسه، تهضر معاهم مشكله، كيهزوا الجناوه وهزوا السيوفه صافي. حنا بان لينا الامن براسو، وبات لينا الدوله والمسائل ديالهم كاملين براسهم، ما قايمينش بهذا الواجب واش نقوموا به حنا. صافي سكتنا على المنكر وخلينا المنكر غادي، وحنا صابرين. كل صباح خصنا ضروري نجيبوا ساني كرواق ونجيبوا داك الشيء حنا انطلاقا من راسنا، هاد الحوانت اللي كاينين هنا، وكنصايبوا وكنقادوا ونغسلوا داك الشيء، ويا ربي يا ربي تسند. هادشي راه بزاف. شنو رسالتكم للمسؤولين بعد الصدام؟ ورسالتنا للمسؤولين تعالوا دوزوا من هنا. اجي دوزوا من هنا، كلشي واصل وكلشي الميساج واصل. دوزوا مع الستة العشية، دوزوا مع 12، كلشي غادي يوصل. غير إلا داز الله يسامح يخليهم. راه الدوائر قايمين بالواجبات ديالهم، ولكن ماشي جهاز واحد اللي غيقدر يحيد هذا الشيء. المقدميه ولا السلطه هنايا هنا الاعوان الله يجازيهم بخير يعني، ولكن راه بحال قلتي بزاف عليهم. راه فوق من 40 كروسه اللي كتجر هنا، وفوق من 50 60، واش فهمتيني؟ يعني العدد كثير، عدد كثير بزاف ديال هذا، خصو جهاز امني كبير الصراحه. هادشي اللي كاين، وكنطلبوا من هاد الناس اودي، هاد المسؤولين زعما الى زعما شافوا من حالنا ورعوا الضرر ديالنا وزعما داروا بحساب هادشي الله يجازيهم بخير. هادشي راه ماشي هادشي راه حتى المجال الحضاري، راه واجباتنا تنخلصهم على الواجب على المجال الحضاري ماشي المجال القراوي.
هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. التصريحات اللي نقلناها لكم كتشكل الصدمه مما تحمله هذه العربات من تشويه لصوره حاضره المحيط المدينه الضاربه في عمق التاريخ. أصحاب العربات حتى هما عندهم وجهة نظر فيما يخص الاتهامات الموجهة إليهم. واش كيبان لك أن سائقي العربات ديال جوج الروايض كيما تقول لها حنا بلغتنا العامية الكراول كيشكلوا واحد الفوضى ولا كيشكلوا عليكم شي تأثير أنتم كسائقي الكوتشي؟ وحنا كمخلطين معنا، حنا دابا تنبغوا ندير لك درهم وهما دايرين عليك درهم ومخلطين معنا خدامين معنا، هادشي اللي كاين. انتوما ما كتشوفوش انكم خصكم توحدوا هاد القطاع وتاهلوا هاد القطاع؟ القطاع سيدي راه درنا الشكايه التعيينه، راه الشكايه درنا ماشي اربعه ولا خمسه للعامل وسعاده العامل، درنا الشكايه شحال من خطره وما كاينش اللي يستقبلنا ولا يحمينا ولا يحمينا من هادشي وينظمنا، بغينا تنظيم وما نظموناش. واش ما كتشوفوش ان الكوتشيات ديالكم ولاو في حاله مهترئه وخصهم تجديد وخصهم باش يعطيو؟ خصهم تم الصلاح وخصهم تم يكونوا نقيين، خصك هذا يكون الكوتشي مزيان، يكون ضاوي شويه، يكون هو باش حتى اللي ركب يركب مرتاح ويركب كذا، غادي تا هو بديك الستار بلايص ديال اللي داير لنا في الرخصه. تبارك الله عليك. حنا راه لينا 50 عام حنا عندنا في الكروي خدامين بها، وكاين باش نخدموا حنا خطانا. يعني وانت اش بغيتي اش بغيتي اش طالب توصل المسؤولين؟ شي رخصه. رخصه ديال اش؟ ديال الكوتشي ولا هذا نخدموا باش كاين. صافي 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 تقريبا شحال من كرويله كاينه في الجنوب ديال اسيا؟ تقريبا اخويا تكون واحد ال 50 كرويله ولا جايه ال 50 ولا 60 كرويله دابا. وبكل صدق زعما بكل صراحه، واش كتشوفش ان هاد الكراول كيديروا واحد العرقله كبيره في السير؟ كاينين كيجوا الناس برانيين كيجي يديروا العرقله وكيزيدوا. انت تقريبا شحال من عام انت كتشتغل في هاد القطاع؟ عندي الكار وكنترزق به الله وعندي الكرويله، انا ما استافدتش من الاولين، انا كان علي نستافد من الاولين ما استافدتش. بقيت مبردي في الكار وما لقيتش اللي يعاوني نشري كوتشي. تقريبا شحال من سنه بالضبط؟ جاي ال 20 عام دابا كنقول لك انا 20 سنه وانا في هذه الحرفه دابا ما داروا معنا والو. سير عاود زيد شويه في الفيتاس. التسي التيرس والناس عندنا كليان كيجي يركبوا معانا ما كيفوتوناش، كيجوا الناس كيعرفونا حنا ولاد بلاد ساكن في الزاويه، كيجوا الناس كيعرفونا كيركبوا معانا. وهذاك الشيء علاش دابا اللهم كنشوفوا تاع هي وكنترزقوا الله كنصور طريف تاع الخبز. واش غدير اخويا؟ وثاني من جهه اخرى هو كيقول لك ان بعض الناس انهم كيمشيو كيتاجوا للنقل السري والكراول نظرا لان التعريفه ديالهم رخيصه شويه. يعني الثمن طيح. الثمن طيح الناس كتمشي. السلام عليكم، حق صريح بنقولوا لهاد الناس ديال الكورس هنايا او ولاد اس في الحرار اللي كيموتوا لهاد البلاد. اش ممكن تقول لنا بخصوص قطاع ديال النقل السري الغير المهيكل اللي هما الكراول ديال المدينه؟ خويا الكراول انا فعلا وقت اخويا كما كنت كراول بنادم راه نقول لك خويا كنت من الكورس القليعه كنمشي كنت بدرهم. مش درهم مش درهم ماشي خير هذا ماشي خير هذا. سير على الله سير هذا تاعك ترى هذا بوحدك. شنو تعليقك بالناس اللي كيقولوا بانكم انتم كديروا الفوضى والعشوائيه وكيف ما كنشوفوها انتم حابسين الشانطي وكذا، شنو تعليقك على هذا الموضوع وشنو مطالبكم المسؤولين؟ احنا ما كنديروا لا فوضى لا والو، كنصوروا طريف ديال الخبز عندنا وليدات. الكرار استو الديسير هما اللي دايرين لنا الفوضى، راه كنا كنبلاصو حنا في بلاصه موالين الديسير ودابا جراو علينا موالين الديسير وانا كندخلوا الشانطي. كنصوروا طريف ديال الخبز عندنا وليدات. المطالب ديالكم المسؤولين المطالب ديالنا ما لقينا لا خدمه لا والو، بغينا شي كواتشه ولا بغينا ديروا معنا شي حل ولا. شكرا. اغلبيه موالين الكواتشه راه ماشي ولاد البلاد وما عمرناش شناهم حنايا حتى 2019 2018 اللي عاد شناهم. شكرا. Thank you.
كيفاش دابا نتوما كسائقين ديال العربيات ديال النقل السري كتعاملوا مع الساكنه ملي كتكونوا غاديين في الشانطي زعما من اجل التنبيه ولا كذا؟ ضروري كنقرقب على بنادم باش ما يتضربوش. بنادم الا ضربتي غيلصق فيك. دابا العربه راه ما عندها لا رخصه لا والو، على الابسط على الاقل اللي يلصق فيك تبت يفاصل معك يقول لك عطيني ولا يعيط لك على البوليس يدوا لك الفوريان. جوج الحوايج هادو صار. الان كنتواجدوا بالمحطه ديال حي الكورس، ثاني اكبر محطه، هي ثاني اكبر محطه ولا اكبر محطه على مستوى عربه النقل السري بمدينه اسفي. شنو ممكن تقول لنا بخصوص القطاع السري ديال النقل بمدينه اسفي؟ زوين يعني بالنسبه لك انتم، شنو المطالب ديالكم؟ ما عطوا ديروا لنا قانون زوين، تكون قضيه منظمه، تكون النظام، وما يكونش داكشي تاهي ما جيت كاينين بحال كيطيحوا العيالات، كاين بزاف. يعني انتم كتشوفوا راسكم انكم خاصكم تستافدوا؟ خاصنا نستافدوا، ولكن المسؤولين ما دايرين معنا والو. حنا فين نطموا روسنا؟ اشنو تعليقكم للناس اللي كيقولوا بان راكم انتم دايرين العشوائيه والفوضى في المدينه؟ شنقول لك؟ البديل هو نتسناو من عند المسؤولين شي حل اللي يكون منظم المدينه، المدينه باقا عشوائيه كيدوروا فيها الكراول. بزاف شلينا راه خاصكم ديروا لنا كواتشه صح قهرونا هاد موالي الكواتشه باركين علينا بالشكايات هنايا يقول لك الكراول غنحيدوهم فين غنمشيو حنايا عندنا قفه تاع الاولاد عندنا حنايا سعيد بوالعناف كاتب العام لجمعيه عربات الكوتشي غادي نتكلم اليوم فيما يخص قطاع عربات الكوتشي بمدينه اسفي القطاع هو حنا اليوم كنطالبوا باعاده هيكله هذا القطاع هذا إعادة الهيكلة ديالو والتنظيم ديالو وتأهيل السائقين يعني في دورات تكوينية وخلق نجلة منظمة وسط القطاع اللي غادي تشرف على تنظيم المهنة وسط المهنيين فهمتيني هذا هي الركيزة ديال القطاع باش يمكن ليه يتهيكل ويتنظم بحاله بحال جميع القطاعات الأخرى داخل المدينة أولا هذا من جهة ثانية وهو أن خاص يتعاد النظر فيما يخص القرار البلدي فيما يخص المسارات والمحطات باش تفك العزلة على قطاع عربات الكوتشي باش ما يبقاش في بعض الأحياء لأن القطاع الكوتشي تياخذ الناس من الأحياء إلى قلب المدينة يعني هذا هو التوجه ديال المواطنين يعني تيتوجهوا للمدينة هذا هو التوجه ديال المواطنين اذا الكوتشي خاصو يمشي في هذا السياق هذا خاصو يتعاد النظر في المسارات وفي المحطات المخصصه لعربات الكوتشي وهذه المسارات خاصهم يخدموا فيها جميع الكوتشيات بالتساوي دون تمييز وتحط واحد العمل اللي هو عمل نظامي اللي يشتغلوا به المهنيين فيما يخص ما تعليقكم حول الموضوع اللي كيتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بان بعض الناس كيقولوا بان الكوتشي والعربات ديال جوج الروايد اللي كنقولوا حنا بلغتنا الكراول كيخلقوا ازمه في النقل وفي السير والجولان ديال المدينه ما تعليقك انت ككاتب عام للجمعيه اللي كتنظم هذا المهم هنا هاد الناس يعني فيما يخص الازمه اللي كيعيشوها الناس ماشي غير قطاع عربات الكوتشي ولا قطاع النقل السري ولا يعني هذه ازمه كتخص البطاله يعني باش تجي لواحد الانسان وتقطع ليه رزقه هكاك بدون تعويض او لا بدون بديل يعني كتبقى واحد الحاجه كتحس بالنفس يعني انا ما يمكنش انايا عندي كوتشي وجاري عنده كرويله ونجي نقلع عليه ونخليه هو جالس بالجوع يعني خصو البديل يعني اذا مثلا تعطيه رخصه ديال الكوتشي ودخله في واحد النظام يعني ويولي هو نظام يعني قانوني كيخضع انتم كسائق الكوتشيات او ككاتب ديال الجمعيه اللي كتنظم هذا القطاع داخل مدينه اسافي كطالبوا بان لكن مثلا انهم بغاو يحلوا المشكل ديال كما كنقولوا حنا النقل السري او الكراول يعني خصهم يعوضوهم خص بعد اول قبل كل شيء خصو يدار اعاده الهيكله للقطاع باش عاد يمكن لك تضيف له واحد القطاع اللي هو غير مهيكل فهمتيني باش الا بغى يدخل شي رخصه اخرى خاصها تكون بعدا كاين داك القطاع الاولي انه تنظم لكن باش تجي تزيد قطاع على قطاع وقطاع ما منظمش يعني غادي تزيد تخلق الفوضى خاصك تاهل القطاع بعدا عاد يمكن لك تجيب هذاك النقل السري وتاهله توسط منه باش كلشي يدخل في واحد المنظومه هي قانونيه نحن دابا
قطاع الكوتشي المهيكل عنده دفتر ديال التحملات، عنده قرار بلدي، يعني عنده واحد النظام تيشتغل به بحاله بحال جميع القطاعات، بحاله بحال الطاكسي بحال جميع. شكرا لك على هذه المعلومات القيمه. تيادي قال لك اودي غيحيدوا هذا الكراهو وغنعطونا شي بديل. ما عطاونا حتى بديل اخويا، تشوف راه كلشي باقي هو. اللي ما عندوش الكارويله راه شد كوتشي، كي اللي ما عمرو خدم كاع في حياته فيك شي كارويله وصدق شاد كوتشي، والبوابريه هما مبردين بالواحد، راه كاين هذا راه ولد 10 سنين ومع 9 سنين حتى هو لاصق ها هو الزغبير. وهذا او تشوف اخويا احنا مريحين ما شفنا لا بديل لا والو. او دابا راه شي 20 عام وحنا في هذه الكارويله. وطابلو يبدلوا لينا يعطونا شكواتشه حتى حنا بحال الكواتشه. بحال بحال حتى حنا. ويديروا معنا شي حل اخويا، ويديروا شي خديمه كاع خير لنا من هذا الشيء كاع. راه ما قراناش شي بادي نحيدوا حتى حنا من هنايا وشي بادي اخويا كواتشه. خصوص عليكم الناس كيقولوا بانكم انتم كديروا الفوضى في السير والجوال. لا ما كاين لا فوضى لا والو. راه كنترزقوا على الله، شتي انت كل شيء على عينك. اش غندير؟ غتريح؟ نمشوا للحبس. احنا كرويله احنا كنريحوا. اللي عنده اربعه الوليدات غيدير فوضى، اللي عنده قرموش تاع العيل وبنادم. خصوص عليك على الموضوع انت ولا انت. راه هو هذاك اخويا الموضوع راه ما كاين. ومستعدين من الصباح. الكرويله دورنا، لكن كاين البادير ما بقاتش واحد شي كرويله بالله. قول لهم شدوا مالك دوا الكراول ودوا الخيل، ديروا لنا البادير بحالنا بحال المغاربه الاخرين. الكواد شدوا مالين تصرف هما اللي دوا. ما عندناش كرويله. واخا انتم كمالين الكواتشه دابا اليوم، واش ما كتشوفوش ان الكواتشه في حاله مهترئه او خاصها تجديد؟ وحنا خدامين اخويا، ما عندنا لا كواتشه لا والو. حنا خدامين مولي كواتشه خدامين، حنا اللي ضايعين مريحين هنايا مكرفصين. ما كاينش النجاح. سمعتينا؟ كواتشه خدامين الكراول اللي مكرفصين، كعطونا على البادي. عندنا بحال الناس هاني. خو عجوج يخدموا في كوتشي راه هاني، بعدها يخدم بنادم، حيدوا هاد الكراول كاع. راه ما كاينش البادي، ما كاينش. ما في الوعود الخاويه، ما كاين والو، ما كاين والو. حنا تسجلنا وتعطرنا والو، ما كاين والو. كتشوف كلشي عليك. مشينا حتى لعند. شحال التعريفه، شحال الثمن اللي دايرين انتم الراكب؟ شحال؟ جوج دراهم البلاصه. دراهم البلاصه. الكوتشي شحال؟ 3 دراهم كيز. انتم ناقصين بدرهم. ناقصين بدرهم. وناقصين بزاف. واش كيخدموا علينا حنايا؟ لا راه مريض. تاميش دخل من خدامي كواتشه. وكاينين موالي الكواتشه راه خير الكراول هنا، كاينين هنا كراول. كاين اللي يدير كوتشي وخا الكرويله تاع القانون. نصف الكراول كاينين هنا تاع موالي. فهمتيني؟ شحال ما كرهنا خويا البادي. ما كرهناش بادي المنع كوتشي ولا شي خدمه في الشركه ولا شي حاجه. الامور ديالنا. بعد على البادي على الخدمه. كل واحد عنده هنا كرويله. ما كرهنا خويا حنا البادي، حنا نخلصوا الواجبات بحالنا بحال عباد الله. احنا راه مهزين التهمه هزينا وما دايرين والو. سوروا ونخدموا بحالنا بحال بنادم، حتى حنا نديروا لا صوره زيان والخدمه. تفرج رجال السلطه باسفه وقيامهم من حين لاخر بحملات كيجعل من تصدي لهذه العربات المجروره امرا مؤجلا الى حين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.